نعرف جيدا أن تملق ماكرون للعصابة وخاصة التبون عنده خلفيات، عنده زارير بونسي. تملق ما هوش باطل. معروف أنه ماكرون حاب يستغل عزلة العصابة الحاكمة في الجزائر على الساحة الدولية باش يضرب لهم المكتوب. هذا يتصرف تصرف فوايو حتى هو، باش يضرب لهم المكتوب. صوف هو سان فوايو مثقف وقاري وكذا، يلعبها كيفهم. يلزم ان فوايو يلزم تعمل معاه بالاسلوب ديالو. طبعا تملق ماكرون والتسامح ديالو مع العصابة، ولما نشوفوا وزير الداخلية ديالو جيرار دارمانان شراوه بعطلة تاع 48 ساعة، طبعا كاين في فرنسا قوى رافضة هادشي. لهذا نقول انه التسريب اللي راح نسمعوه الان ماهوش بريء، يعني واحد باش يكون موضوعي ماهوش بريء. نسمعوا لهذا التسريب هادو ومن بعد نعلقوا عليه. Les réserves de gaz naturel que nous leur avons laissées sont substantielles. Tebboune, il n'est qu'un pantin. Il est pratiquement un non-acteur. Il ne prend aucune décision significative. Mes sources sont sûres. L'Algérie n'a pas de véritable vision géopolitique. Nahsouana, ntarjmelkom wach qal Macron. Yqoul Jazair andha yani khazan kbir تاع المحروقات اللي خليناها لها، واللي خليناها لها. و تبون ستان لاربان، ستان لاربان، ستان كرون لاربان، ماشي غير دمية بين يدين العسكر. يا هذاك النذل، بهذا هذا هو معنى تاع لاربان، سي ذاك النذل اللي يتمرخص في الدين سيادو. حابيك تسمعوها مليح مليح، باش تقولوش بلي رانا نزيدو عليه. N'est qu'un pantin, il est pratiquement Tebboune. Il n'est qu'un pantin, il est pratiquement un non-acteur. Il est pratiquement un pantin, c'est un non-acteur. ماهوش، ما عندوش دور، ما يلعبش. ماهوش فاعل في الساحة. Il ne prend aucune décision significative. ما ياخذ حتى قرار يعني واضح اللي عنده قيمة. Mes sources sont sûres. مصادري متأكدة. L'Algérie n'a pas de véritable vision géopolitique. الجزائر ما عندهاش نظرة جيوسياسية واضحة حقيقية. Par s'acharner contre le Maroc, qui ne les prend même pas en considération et qui a pris une longueur d'avance considérable. نظرت الاستراتيجية تاعها، الاستراتيجية السياسية تاعها هي أنها طالقة روحها على المغرب، والمغرب ماهوش لا يبالي بها، سمعت؟ وماخذ عليها مهارب على الجزائر، فاق على الجزائر، فاتح. Et une fois que le gaz sera épuisé, l'économie algérienne s'effondrera. غير الغاز خلاص، الاقتصاد الجزائري ينهار. هو راهو منهار ديجا يا ماكرون، راهو منهار. Ils ont gaspillé leurs ressources dans un armement russe vétuste. خسروا اهدروا اموالهم في تسليح روسي قديم. Dans une certaine mesure, si le Maroc le voulait, il pourrait annexer l'Algérie tout entière. كلام خطير. لو كان المغرب يحب يضم الجزائر، يكتسح الجزائر في رمشتين. Mais ils ont d'autres priorités. ولكن المغرب عنده
اهتمامات وأولويات أخرى. Maintenant, mon plan est de flatter Tebboun, de le brosser dans le sens du poil pour obtenir ce gaz. الآن سياستنا مع تبون واضحة، هو أننا نلسولو نبروز دون لو سونس دو بوال، يعني نكاريسيوه نلحسولو باش نديرو الكاس. Il est tellement naïf. نية بزاف. Qu'il ne verra que du feu. Nous devons être prudents. Si cette information était rendue publique, ce serait un véritable scandale. قالوا له كان الكلام هذايا يتنشر ويتسمع تكون فضيحة كبيرة. Mais l'Europe a besoin de cette énergie. Il faut ولكن أوروبا محتاجة لهذه الطاقة. Y réfléchir. Agir avec discrétion. Ce sont des temps délicats qui demandent parfois des actions audacieuses. L'Algérie, par exemple. Alors, collègue. لازم نتحركوا بذكاء بسرية، لأنه ظروف تطلب هكذا. هذه النظرة الحقيقية لماكرون للجزائر ولتبون. الآن مدى مصداقية هذا التسريب؟ أولا نحلوا الصوت، صوت صوت ماكرون. Les intonations, يعني الكلام ديالو كيفاش ينطق وكذا، les intonations تاع ماكرون فيها حتى شك، حتى مقلد أصوات معلاش راح يجي يقلد صوت ماكرون ويخرج لنا الكلام هذا، والكلام اللي متقال صحيح، هل يعني تبون ماهوش دمية سمعت مرخص في الدين العسكر ستاع الاربعين؟ اسكو تبون صح قادر ياخذ قرارات كما قال ماكرون كما يقدر ياخذ حتى قرار صح؟ يعني كلام يقول فيه كله صحيح، كلام اللي قالوا كله صحيح، الصوت صوت ماكرون، وهو بعد يقول باللي لو يتنشر هذا الكلام هذا تكون فضيحه كبيره، سلا كاتاستروف. إذا سلمنا أنه هذا الكلام تاع ماكرون، يعني ما هوش يعني شيء جديد، لما يتكلم على المغرب يقول لك أنه الجزائر ما عندها حتى نظرة سياسية، كل ما عندها هي أنها تظل تتكالب على المغرب، والمغرب ما هوش لاتي بها، وهذا هو الصح، المغرب ما يرد ما والو. وهنا الرد على احد الاخوان يقول لي هذا بزاف على المغرب، يا حبيبي راهي العصابه هي اللي راهي ضلت تهضر على المغرب، وحنا ونيتوم نجي باش نعطيو لك الخبر الصحيح، المعلومات الصحيحه، وهو درك انا ماكرون يتكلم عن المغرب، لانه العصابه ردت مصيرها بالمغرب، ما عندها شيء يديروا الا المغرب. وقول ماكرون يعني الكلام اللي قالوا ماكرون قلت لك ما دا اوكي الاخر سوف لاشارنمون قطر الماروك، الماروك ماهوش لا يبالي بها، المغرب لو كان حب راهو اكتسحها في نهار، المغرب هرب على الجزائر الاخر، هذا روح تشوف هذا هو الواقع. يقول لك دراهم مخسروهم في سلاح خرده سمع دون دو ماتيريال لوز فيتيست، هذا صحيح، يعني الكلام اللي يتقال كله صحيح وقادر يصدر عن ماكرون. الآن هل هذا كلام بريء؟ شكون كان وراء هذا التسريب؟ هذا السؤال اللي نطرحوه، من كان وراء هذا التسريب؟ ولماذا سرب هذا الفيديو هذا؟ الكلام موجود لأنه صور تاع ماكرون وتبون يسنيهم في هذاك زعما لابيل دالجي. خروطو هل ستكون هناك ردة فعل جزائرية رسمية؟ ما نظنش، احنا ما نظنش، علاش؟ يتجاهلوا
كل حاجه تضرهم يروحوا على بالهم. دونك تبقى حاجه انه ممكن يتم الغاء زياره الاستاجر، ممكن تلغى زيارة الستاجوان، لأنه زيارة الستاجوان تبون بعد خايف منها، وانتي هذه سبب باش يلغيها. ملي كانوا العسكر لغاو له الزيارة الأولى، درك هو اللي راح يلغي الزيارة الثانية، لأنه راه متخوف من الزيارة، لأنه ربي إن شاء الله خصص له الجالية الجزائرية تخصص له استقبال اللي يستاهلوا واحد مجرم، واحد نذل، واحد رخيص كما تقول. اي نعم، واحد حقار يحقر في الشعب الجزائري، يسجن في الأحرار، بنات ولاد رجال نساء كبار صغار. دونك هو بعد يحاول باش ما يكونش هاد الزيارة هذه يأجلها، هذه نسجلوها. خلاصة القول انه التسريب هذا انا نشوف فيه صحيح الكلام، هذا ماهوش جديد، ما نقدرش نقول هذا ما يجيش في بال ماكرون، لأنه ما كان حتى شيء جديد، وهذا الشيء قادر يخطر في بال ماكرون، وزدنا قلنا الصوت وكذا، واللي يحب يقلد ماكرون ماشي يجي يقول كلام كيما هذا، لازم يكون سياسي في مستوى ماكرون، وعنده الموهبة تاع تغيير الصوت، تقليد الأصوات، دونك الصوت صحيح، ولكن لماذا؟ حنا نقدر نقولوا بهدف التأثير على العلاقات الجزائرية الفرنسية، وفي نفس الوقت يقدر يكونون ناس ماكرون بعد، لأنه ما ننساش أنه في البرلمان الأوروبي الناس اللي صوتت للائحة اللي تطلب من العصابة احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير وإطلاق سراح المساجين حزب ماكرون. أي نعم، هذه دونك نقدر نقولوا بلي يقدر ماكرون او الحزب ديالو او الناس اللي دايرين به الدائره ديالو هي باش تاخذ مسافه من تبون، والغاز فرنسا تقدر تاخذه كزبون من عند الجزائر، لما تكون في الجزائر النظام سياسي منتخب ديمقراطيا عنده شرعية شعبية، وذاك الوقت فرنسا ما ترخصش روحها عند عليا باش تاخذ شوية غاز وشوية بترول. فوالا اون فرونسي دو تيري لي كونكلوزيون كي سامبوز. نختموها بالديفيلي تاع البوليساريو، ديفيلي ميليتار، عندنا ما نقولوا فيه. الله أكبر، هشام عباس، هشام عباس.